يعطيكم العافية عمو. وين كنتوا؟ بالمدرسة تونا انصرف. شلون التدريس والمدرسين؟ زين الحمد لله. ايش توجه رسالة بشار الأسد؟ نقول له انت ايش قد ما قصفت، ايش قد ما عملت، احنا بدنا نظل نداوم وغصبا عنك نتحداك احنا هون بمدينة دير الزور. واحنا نشكر المعلمين والمعلمات، يعني قاعد يخاطرون بحياتهم تايجون يدرسونه، وهاي يعني يطلعون من بيوتهم يعني مسافة على المدرسة، قاعد يخاطرون بحياتهم، تيجي قذايف يعني قريبة عليهم ما يخافون هم. واحنا يعني ايش قد ما قصف ايش قد ما عمل بدنا نظل نداوم. واحنا شكون اسمه نظل رايح ندرس، ايش قد ما عمل ايش قد ما كان بدنا ندرس. طيب ايش تتمنى للجيش الحر؟ بالنصر نوجه لهم رسالة انه ان شاء الله نحرر ايد واحدة، نحرر هاي البلاد كلها بايد واحدة. احنا لازم كلنا مو ايد واحدة نظل تنحرر كل شيء.